تعاونية التفاوت الفلاحية تيمولاي، جامعة تيمولاي إقليم قلميم. كنمثل هاد الجامعة في المعرض الدولي للمكناس. المهم التعاونية ديالنا كتكون من 15 عضو، 14 امرأة وواحد السيد المهم رئيس التعاونية. المهم الخدمة ديالنا هي أن البداية كنستقبلوا المادة الخامة تفيشت، وعندها مراحل حتى توصل يا إما زيت الأكل أو زيت الجميل.